السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في ده كده حطيت الكلام ده وطوع على المكوى ماشي، وادي الجسم اهو، وادي البرلون، ادي الوش اللي هو هيلزق هنا. لو جيت المكوى مشيت هنا هتبص ليه، راح تلزق فيه ليه؟ لان ده الجزء اللي هو ايه، فيه الماده اللازقه اللي هي بتلزق في الايه، في القماش نفسه. وهظبط ده على ده بالظبط اهو ماشي. ما بمشيش المكوى في الاول، ما بمشيش المكوى، انا بس بوريك طريقه لزقه ازاي. يعني باجي بالمكوى اهي واجي اروح ايه كده، شايف انا نزلت ازاي؟ ما مشيتش المكوى، لا بنزل ضغط اهو، كان بريس نازل اهو، وبتك بايدي وبالبخار. معلش اصلا ممكن ما اكونش عندك انت المكوى دي، بس ايه المكوى العاديه برضو تنفع، بس ايه محتاجه ضغط جامد زي ما احنا ماشيين اهو كده بالظبط. شوف انا بنقل ايه المكوى، ما بمشيهاش كده اهو، ده لزق الايه البرلون. لغايه ما اخلص الجزئيه كلها تمام. يعني ادي مثلا حته اتلزقت، اروح بقى بعد كده مشي بقى المكوى خلاص، انا كده ايه ضمنت ان هي لزقت اهي ماشي. هكمل انا بقى الحته كلها ولا عارفه ايه ملزوقه كامله كده. احنا خلصت لزق البرلون للجسم كله اهو، وماشي بقى بالمكوى اهو كده خلاص، بعد ما ضغطته ماشي كده البرلون، ولا في حته مهويه ولا في اي هواء. انا لما بعمل بالمكوى كده بضغط كده، فانا بفرغ الهواء من جوه البرلون ده، فبالتالي لما اجي اغسل الغسل ما يخفقش ماشي. انت لما بتيجي دلوقتي اصلا تغسلي او تودي جاكيت زي كده المغسله، بتجيبه لك مفقفق. يعني ايه مفقفق؟ في هواء جوه، في هواء جوه. ليه؟ لان هو البرلون ملزوق غلط، البرلون ملزوق غلط. شوف احنا دلوقتي اهو بقى على الوش اهو ازاي، كانه في قلب القماش قطعه واحده، كانه في قلب القماش ايه قطعه واحده يعني. ماشي. وديت بقى الريبير اللي احنا ايه هنعمله بنفس الشكل ده كده تمام، وتيجي اللي هي تركب عليه كده. بس انا اوريكم البرلون بيتلزق ازاي، وبيتلزق بالمكوى العاديه او المكوى البخار، المكوى العاديه او المكوى البخار او المكبس. بس زي ما قلت لكم المكبس دوت اصلا مكبس غالي، المكبس اصلا بيعمل له 11000 جنيه على الاقل، وما يجيبوش حد الا اللي هو بس متخصص في الجاكيت، لان هو يحتاجه على طول، هيحتاجه على طول ماشي. هنبدا بقى نروح ونبدا ونشوف ايه الشغل بتاع الجزء دوت. هنقسم بقى قصة البرنسيس هتبقى فين، البنس هتبقى فين، الجيوب هتبقى فين، هنشوف الكلام ده على البنك ونبدا نشتغل على المكنه ان شاء الله. دلوقتي بقى خلاص بعد ما لزقنا البرلون ماشي، هنبدا بقى ايه نشوف، نرجع للصوره ونبدا ننفذ عليها. في عندي طبعا قصة برنسيس وعندي بنس، عندي ايه قصة برنسيس وقصة وايه وعندي بنس. طيب نعمل الخياطات بتاعتنا واخده الحدود دي الاول، الخياطات بتاعتنا واخده ايه الحدود دي، يعني دي الزياده اللي احنا سايبينها جوه عشان نبدا نحدد ايه القصات عليها، نبدا نحدد القصات عليها. طيب القصه هتبعد من هنا قد ايه، القصه هتبعد من خياطه الجنب قد ايه، القصه هتبعد من خياطه الجنب هنا اهوت ماشي. لو احنا جايبين مثلا ادي القصة، ادي قصة البرنسيس بادئة من فوق اهي تمام، هي بتنزل شبه ستريت شوية، يبقى هتبعد عن قيمة الجنب هنا هوت في حدود 10 سم تمام. ليه؟ لأن أنا عندي هنا هوت، أدي لو أنا جاي هنا هوت مثلا منطقة الصدر الطبيعية أهي ماشي، وزي ما قلنا أصلا موضع رضاعة الطفل أهو، يبقى في بنسة هنا، والمسافة ما بين القصة دي والبنسة دي بيبقى من كام؟ من 6 ل 8 سم حسب ايه؟ حسب حجم صاحبة الجاكيت. تاني انا دلوقتي هاجي هنا اهوت، اروح عامل ايه؟ عامل قصة البرنسيس اللي بتبعد عن خياطة الظهر هنا، خياطة الجنب كام؟ في حدود 10 سم، ادي ال 10 سم اللي هو ايه؟ المقصودين معايا. تمام؟ طب انت خدت 11، هقول لك ليه 11؟
ما ننساش ان احنا معايا بنسة. ما تنساش ان انا معايا بنسة وحاطط ايه قيمتها معايا. ادي خط الايه؟ خط قصة الايه؟ البرنسيس. تمام؟ وهاجي اروح جاي ايه؟ موصل النقطة دي كده مع بعضها اهي. يبقى شبه ان هو خط ايه؟ مستقيم كده. تمام. طب نبص هنا اهو في جاكيت مثلا معمول اهو. فين قصة البرنسيس؟ اهي. بعد عن الجنب قد ايه؟ اهو 10 سنتي او 9. بعد 9 سنتي. طيب ماشي؟ طب ما تنساش حاجة ان التسعة ديت في سنتي اصلا متخيط جوه الايه؟ جوه البنسة. طيب ادي البنسة التانية اهي باينة. ماشي؟ ادي البنسة التانية اهي. اهي حدودها. بتبعد عن دي قد ايه؟ بتبعد عن دي في حدود من 6 زي ما قلت من 6 ل 8 سم. ادي 6 اهي ممكن توصل ل 8 سم معايا. ماشي؟ طولها انا دلوقتي الجيب عندي بينزل من نقطة الكتف قد ايه؟ لو احنا فاكرين في فيديو مخصوص لتحديد الجيب دوت. ماشي؟ بينزل من فوق قيمة من 45 لكام؟ لخمسين سنتي. حسب ايه؟ حسب طول صاحبته. فلما اجي ابص للجيب دوت عندي كام؟ 46 اهي من فوق. من فوق خالص اعلى نقطة. وفي سنتي كمان ونص جوه. يعني معمول على كام؟ 47 ونص. 47 ونص لغاية الجيب هنا. دي صاحبته قصيرة. ده كده صاحبته قصيرة. طب ماشي مفيش مشكلة. اشوف جاكيت تاني. عشان اقدر احدد. ادي جيب اهو برضو. اشوف بقى من نقطة الكتف فوق لغاية الجيب وصل كام؟ واصل 48 اهو. وفي سنت ونص جوه يبقى دي 49 وايه ونص عشان صاحبي ده طويلة. تمام؟ يبقى احنا لما نيجي بقى نتكلم بقى عملي دلوقتي قدام حضراتكم الجيب دوت هينزل معايا من فوق قد ايه؟ ماشي؟ الجاكيت دوت هينزل معايا التمانية واربعين ونص او التسعة واربعين. يعني الجيب هيبقى فين؟ الجيب هيبقى معايا هنا. الجيب هيبقى معايا هنا. ده جيب الجاكيت. نازل مسافة قد ايه تاني؟ لو انا جبت خط كده من فوق كده الخط ده انا كام؟ تمانية تسعة واربعين سنتي. 49 سم. تمام كده. طيب ما ننساش حاجه بقى، انا عندي بنسه هنا. ادي البنسه اهي. السنتي شمال وسنتي يمين اهو. ادي البنسه معايا، بنسه التكسيم بتاعتي. بنسه ايه؟ التكسيم بتاعتي. رديتي معايا كده عشان ما ننامش. بنسة ايه؟ التكسيم بتاعتي. تمام؟ انا الخياطة هتبقى فين على النهاية دي كده. سوري معلش. ادي كده دي كده جزء هيتفرغ خالص وهيتشال. طب انت هتخيط فين؟ هخيط هنا. النقط دي هي الخياطة بتاعتي. تمام قوي. طب انت دلوقتي فيما 6 سنتي ما بين ايه؟ ما بين قصة البرنسيس والايه؟ والبنس. ادي الستة سنتي بتاعتي. يبقى البنسة هتبقى فين؟ هتبقى هنا؟ هقول لك اه. البنسة هتبقى هنا. بس خلي بالك. في سنتي اصلا البنسة واخداه. صح ولا انا غلطان؟ هقول لك لا. لان البنسة ديت بتبقى نازلة على ايه؟ على مفيش. البنسة دي بتبقى نازلة على ايه؟ على مفيش. يعني هي هتبقى كده. اي ادي البنسه معايا نازله ايه مسلوبه من فوق ومسلوبه من تحت والقيمه ايه في النص. دي البنسه بتاعت ايه اللي هي منتصف الست دي بقى اللي هي بالظبط هنا. انت عارف بقى لو احنا هنشتغل برنسيس بالوضع الطبيعي بتاع فستان سواري هيبقى نازل معايا كده. لكن دوت جاكيت. تمام كده انا حددت ايه البنس معايا. كده انا حددت البنس معايا. تمام.
يبقى هنقص الكلام دوت وعليه بالظبط هنقص ايه؟ ها هنقص البطانة. هنقص البطانة تمام؟ نعمل نجيب البطانة بتاعتنا. طبعا البطانة ديت ايه؟ في مصرة هتركب هنا. يعني ايه مصرة؟ المصرة الاصل موجودة عندك فيديو ليها. يبقى انا مش هقدر اقص البطانة ولا اقص القصات ديت الا لما اركب الايه؟ المصرة بتاعتي. تمام كده؟ طب انت عندك بقى المصرة الريفير هيتني لغاية فين؟ اهو الريفير اهو. تمام؟ ادي اول زرار هنا. تمام؟ وهنزل بقى بالايه؟ عشان ما ننساش الموديل معايا عامل ايه؟ عامل 7 من تحت او عامل 8 زي ما تسميه كده. صح ولا انا غلطان؟ ماشي؟ وهبدا اقصص الكلام ده وابدا اقص ايه؟ المصرة بتاعتي. ايه المصرة بقى؟ المصرة اللي هي اصل الجزء اللي هيركب هنا عشان لما اتني الكلام ده كده يبان لي ايه؟ القماش. طب المصرة دي هتبقى عاملة ازاي؟ طب احنا ممكن نشوفها هنا؟ اقول لك اه حاضر. ادي هنا اهو. فين بقى هو الجزء ده اللي من نفس القماش؟ والبطانة راكبة فيه اهو واضحة هنا اكتر. فين هي؟ اهي. لما اشوف الحاجة يعني اصلا تخيل الشيء فرع عن تصوره، هي دي المصرة اللي انا بقول عليها اهي. دي المصرة اللي انا بقول عليها، والبطانة ماسكة فيها بعد كده. تمام؟ شوف انت البطانة واخدة كسرة ليه؟ عشان تبدأ تاخد وتدي مع نفسها اهي. كسرة عند الصدر بالظبط. ماشي؟ البطانة مقصوصة زي قصة ايه؟ الجسم نفسه على طول. ماشي؟ واخدة تقسيماته بالظبط. تمام؟ فإحنا لازم هنقص المصرة دي ونشبكها الأول ونركبها وبعد كده ايه؟ نبدأ نقسم الكلام ده معانا. طيب احنا هنقفل الفيديو بتاعنا على كده. ده كده واخد كام دقيقه؟ 24. تمام كده. هنقفل الفيديو بتاعنا على كده ونبدا نقص المصره ونبدا ايه بفيديو جديد. يبقى انا عندي دلوقتي عملت فيديوهين اللي هو بتاع المقدمه وشرح الموديل، وادي الفيديو الثاني اللي هو بتاع اللزق وقص البرلون، وهنعمل فيديو للمصره وتحديد الايه الكلام ده. ماشي؟ ما تنساناش من صالح الدعاء. الدعاء بظاهر الغيب. ماشي؟ أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والدال على الخير كفاعله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.